أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم صارت أحوال جوية مستقرة بشكل عام، كانت الأجواء ربيعية دافئة إلى حارة نسبيا خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل يتوقع أن تصبح لطيفة إلى مائلة للبرودة بشكل عام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية مع 18 درجة مئوية، الملموسة أيضا 18، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، عجلون 27 إلى 17 درجة مئوية، إربد 29 إلى 18، جرش 30 إلى 19، والمفرق 30 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة عمان 27 إلى 17، البحر الميت 35 إلى 26، مأدبة 29 إلى 17، البلقاء 28 إلى 18، والزرقاء 30 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 27 إلى 16، طفيلة 27 إلى 18، الشوبك 26 إلى 16، معان 30 إلى 19، والعقبة طقس حار 40 إلى 27. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق طقس صافي 34 إلى 18، الصفاوي 34 إلى 17، ورويشت 36 إلى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.